تظاهر العشرات من الموظفين في الدوائر الحكومية بمحافظة ذي قار أمام ديوان المحافظة للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة لكي تتساوى جميع الفئات. وهذه التظاهرة هي الثالثة من نوعها بعد تظاهرتين في العاصمة بغداد للغرض نفسه. احنا موظفين وزارة الزراعة ومجموعة من الوزارات المظلومة، نطالب بسلم الرواتب العادل، نطالب سيد رئيس الوزراء، يعني التوصيات هسه سيد رئيس الوزراء، يعني واحد راتبه 200 او 300 وتلقى بغير وزاره راتبه مليون او مليون ونص او مليون وربع، فاحنا شنو الوزارات المظلومه؟ نطالب بسلم الرواتب العادل، ما عندنا شيء، احنا شو اسمه مظاهرين سلميين وما عندنا شيء، اي شيء ما عندنا، نطالب بسلم الرواتب العادل، ما عندنا شيء، ان شاء الله في هاي الموازنه سلم الرواتب العادل، يعني واحد راتبه 300 او 200 بالمجاري وبالوزارة الزراعة والوزارات المظلومة، نطالب سلم الرواتب العادل. هسه التوصيات من رئيس الوزراء، أقمنا وقفة احتجاجية لتصحيح سلم الرواتب وتعديله، هذا السلم المجحف الذي طبق على الموظفين طيلة السنوات الماضية. يعني اليوم ما من المعقول أنه موظف يعمل بمؤسسة حكومية محترمة بها جباية، هسه أنا جاي احكيك موظف في وزارة الكهرباء، عندنا جباية مركزية، لكن اليوم من بعد تثبيتنا على الملاك الدائم نتفاجئ بسلم وظيفي، يعني أنا كموظف ما جاي يعبرني خط الفقر، فكيف بالناس اللي ما عندها؟ اليوم هاي اليوم الوقفة مشاركة بها جميع الدوائر وجميع المؤسسات، متقاعدين ومنتسبين، يعني عندك شريعة المتقاعدين مثلا، أنت لا بداية وظيفته تنطيه راتب محترم يكون نفسه ويكون عائلته به، ولا بنهاية وظيفته كمتقاعد تنطيه راتب محترم يعينه ويعين عائلته. نطالب بتعديل السلم لدرجات الدنيا اللي هم اللي اقل من البكالوريوس، جماعه البكالوريوس الاعداديه والمتوسطه، صراحه اكو ظلم تجاههم وحقهم. انا صح احنا جزء بكالوريوس جزء رواتبنا زينه، بس بقيه الشهادات اللي ما عندها شهاده اللي الابتدائيه الاعداديه اكو ظلم برواتبهم. نطالب بتعديل هذا السلم أسوة باقي الوزارات، اكو وزارات رواتبها كلش عاليه مثل وزاره النفط، وزاره التعليم العالي، يعني وزاره الكهرباء وزاره جزء اكثر خطوره بوزاره العراق كلها، وجماعه الشهادات ما عندهم شهادات، عندهم باحتكاك مباشر ويا الخطر، ويا الكهرباء ويا الصيانه ويا الخطوره، توربينات صمامات كلها خطوره بالمحطه انتم جزء ما ملاحظينها. فنطالب بتعديل هاي الشريحه، يعني بتعديل هذا السلم ورفع الظلم عن هذه الشريحه.